بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في أخذ الأحكام من الآيات السابقة، من قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله تعالى نصيبا مفروضا. قد وصلنا إلى قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فتدل هذه الآية على أن رشد الصغير يعرف بالابتلاء قبل البلوغ، وذلك حينما يراهق يعني يقارب البلوغ، فإن وليه يعطيه شيئا من المال قليلا ويراقب تصرفاته، فإن تصرف في هذا المدفوع إليه تصرفا حسنا فإنه يدل على رشده فيدفع إليه المال، وإن تصرف تصرفا غير لائق فإنه لا يزول الحجر عنه ويبقى ماله تحت رعاية الوصي. كما يؤخذ من قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا تحريم التوسع في أكل الولي من مال اليتيم انتهازا لولايته عليه وانتهازا لفرصة صغره في أنه لا يدري عنه أو لا يطلع على إسرافه، فإذا أذن له في الأكل من مال اليتيم فليكن في حدود الضوابط الآتية في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيؤخذ من هذه الآيات أنه يباح لولي اليتيم الذي يحفظ ماله إذا كان فقيرا أن يأكل منه في مقابل العمل بماله وحفظه ورعايته، يأخذ مقابل ذلك بأن يأكل منه لفقره، فدل على أنه لا يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الولي فقيرا ليس له ما يكفيه، والشرط الثاني أن يكون المقدار الذي يأكله مما جرت به العادة، ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين يقدرون حاجة الولي. فالله جل وعلا لم يرخص له أن يأكل من مال اليتيم مطلقا، وإنما قال بالمعروف لئلا يجحف بمال اليتيم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الولي الغني لا يجوز له الأكل من مال اليتيم، وأنه إذا أبيح له الأكل فإنه يكون بالعرف الجاري لا بحسب الهوى والإسراف، لأن الله سبحانه وتعالى شرط لأكل الولي من مال اليتيم هذين الشرطين
أن يكون فقيرا وأن يكون أكله حسب العرف الجاري المعتدل. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك بينه وبين اليتيم والقاصر الذي زال الحجر عنه، فإن الإشهاد يكون بينة قائمة تدل على صدق الولي في دفعه المال. أما إذا لم يشهد فإنه يكون محل التهمة، فينفي هذه التهمة عن نفسه أو ينفي المحذور في المستقبل بأن يشهد شاهدين، يعني يشهد شاهدين على أنه دفع مال اليتيم إليه. وإن وثق ذلك عند القاضي فإن ذلك أحسن. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الله سبحانه سيحاسب الولي على تصرفه في مال اليتيم، وأنه حتى لو أشهد في الدفع فإنما هذا الإشهاد يدل على الدفع لكن لا يدل على أن هذا الولي كان مصلحا في مال موليه، لأن الشهود إنما يشهدون على الدفع ولا يشهدون على ما قبله، وإنما الذي سيحاسبه هو الله سبحانه وتعالى على ذلك يوم القيامة، ويجازيه على إساءته في ولاية مال اليتيم، لأن ولاية مال اليتيم أمانة. الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكل هذا هذه الاحتياطات في الولاية على مال اليتيم تدل على أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وأنه سبحانه وتعالى يراعي مصالحهم، وأنه جل وعلا يريد بهم التواصل وعدم القطيعة فيما بينهم لئلا يكون هناك خصام بين الولي وبين اليتيم بعد بلوغه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.